بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان، طيب الله أوقاتكم. إطلالة جديدة لبرنامجكم الحدث عبر شاشة عمان الرياضية، يسعدنا أن نكون معكم خلال حلقة اليوم لنتابع مجموعة من الأخبار المحلية والعالمية إلى جانب ضيوف الحدث، حيث نحرص دوما أن نضعكم على مقربة من الأحداث الرياضية. حديثنا اليوم إن شاء الله وبشكل موسع عن مباراة صحم والوحدات ضمن الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الآسيوي بمجمع سلطان قابوس الرياضي ببوشر، كذلك سيكون لنا حديث آخر حول تتويج نادي الشباب ببطولة الدوري عام السلطنة لفئة الناشئين بعد الفوز في النهائي على العروبة بضربات الحظ الترجيحية. فأهلا وسهلا بكم معنا في الحدث، والبداية بالعناوين. ختام مثير تشهد مسابقة الرماية بالأسلحة التقليدية بميدان الرماية في ولاية نخل. السيب يتوج بطلا لدوري الرديف لكرة القدم تحت سن 21 سنة ولم صنع وصيفا. نادي السلام ثالث دوري الرديف بعد فوزه على جاره مجيس بثلاثة أهداف لهدفين. جدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام، ونبدأ وإياكم هذه الحلقة باستعراض لمجموعة من الأخبار على الساحة المحلية، حيث اختتمت مساء أمس مسابقة الرماية بالأسلحة التقليدية التي نظمتها اللجنة العمانية للرماية بالأسلحة التقليدية التابعة لوزارة الشؤون الرياضية في ميدان الرماية بولاية نخل، وذلك تحت رعاية معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، وبحضور عدد من الوزراء وأصحاب المعالي والسعادة وجمع غفير من محبي رياضة الرماية. تفاصيل هذه المسابقة في سياق التقرير التالي. على وقع أزيز الرصاص وعبق رائحة البارود، جاءت البطولة الثانية للرماية بالأسلحة التقليدية والتي نظمتها وزارة الشؤون الرياضية ممثلة في اللجنة العمانية للرماية بالأسلحة التقليدية على ميدان نخل للرماية تحت رعاية معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمهتمين بهذه الرياضة التقليدية والتي تجسد أحد الموروثات العمانية التقليدية الأصيلة. أكثر من 530 رامي من مختلف محافظات وولايات السلطنة تنافسوا على الرماية في إسقاط الأطباق بالسلاح الخفيف السكتون وبالسلاح التقليدي الثقيل، وذلك على مدى ثلاثة أيام على مستوى الأفراد والفرق، وهو ما أفرز مواهب ستكون رافدة للمنتخبات الوطنية للرماية. السباق الختامي شهد إثارة ومنافسة بين الفرق المتأهلة، فما بين لحظة استعداد وترقب وتسديد فإسقاط الأطباق عاش الحضور لحظات ممتعة وهم يتابعون الأداء الرائع لهذه الفرق في الرماية. لتحين لحظة التكريم حيث توج فريق نخل شاذون ألف بالمركز الأول في السلاح الخفيف السكتون، وفريق مرافض نخل بطلا للسلاح التقليدي الثقيل، وحصول الرامي سلطان بن أحمد الدرعي من ولاية عبري على المركز الأول على المستوى الفردي في سلاح السكتون، والرامي كثير بن مسلم الكثيري من ولاية صلالة على المركز الأول في السلاح التقليدي الثقيل. حرزنا على المركز الأول في السلاح الثقيل، الحمد لله رب العالمين، جهود مبذولة على هذه البطولة واستطعنا نزع الأول في السلاح الخفيف والأول في السلاح الثقيل. والله المنافسة كانت قوية بين الفرق، والحمد لله استطعنا بجهود وجهود الشباب معنا في الفريق بحصولنا على المركز الأول. حصلت على مركز الأول في كأس التحدي، وكانت المنافسة شديدة من قبل الرماة، لكن الحمد لله استطعت بإنجاز هذه المسابقة على حصولي على مركز الأول. وإلى خبر آخر، حيث توج نادي السيب بطلا لدوري الرديف لهذا الموسم بعد فوزه على المصنعة في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف. سجل السيب الهدف الأول عن طريق عبد الله التمتمي في الدقيقة 27، وأضاف بدر جابري الهدف الثاني في الدقيقة 47، فيما أحرز علي المجاني هدف تقليص الفارق للمصنعة في الدقيقة 64 من زمن المباراة، وحاول بعدها المصنعة تهديد مرمى الإمبراطور وتعديل النتيجة، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، ليعلن بعدها حكم المباراة صافرة النهاية بفوز السيب بهدفين لهدف، ويتوج على أثرها السيب بطلا لدوري الرديف للموسم 2016-2017. المصنعة الجيل الواعد والأسماء الواعدة بدون أدنى شك، بدون أدنى شك أسماء البطولة والاستلام الميداليات الذهبية، يتقدمهم الاسم اللامع والاسم الذي قدم.
مبروك ألف ألف مبروك من الأعماق لنادي السيف، مبروك ألف ألف مبروك من الأعماق للجهاز الفني والإداري. وفي مباراة تحديد المركز الثالث والرابع خطف السلام المركز الثالث بعد الفوز على مجيس بنتيجة 3 أهداف مقابل 2. وافتتح السلام تسجيل في الدقيقة 8 عن طريق يحيى الزعابي، وأضاف زياد الدهلي الهدف الثاني للسلام بعد مرور 6 دقائق من الشوط الثاني. وعاد الزعابي وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 60، وعاد مجيس إلى أجواء اللقاء وأحرز 2 عن طريق حسن البلوشي في الدقيقة 69 وخلفان البلوشي في الدقيقة 93، ولكنه فشل في إدراك التعادل لتنتهي المباراة بفوز السلام بنتيجة 3 أهداف مقابل 2. الله الله، خلفية إلى سعيد الكندي، مراوغة ودريبلينج والكرة الآن والتبهيد بعد التسديد. الله، الصافرة النهائية، كرة منقولة الآن وملعوبة سالم ناصر، عرضية قوية ومحاولة ومتابعة خطيرة حلوة وحارس المرمى أبعد مرة أخرى، جول. الآن المركز الثالث، صاحب المركز الثالث نشاهد السلام على راعي. اختتمت مساء أمس بمحافظة البريمي بطولة السداسيات كرة القدم للهيئات التدريسية والإدارية، وذلك بين فريقي المديرية العامة للتربية والتعليم ومدرسة الفاروق. التقرير التالي يطلعنا على تفاصيل ختام هذه البطولة، نتابع. اختتمت مساء الأحد بطولة سداسيات كرة القدم للهيئات التدريسية والإدارية لمحافظة البريمي. جمع اللقاء في المباراة النهائية فريقا المديرية العامة للتربية والتعليم ومدرسة الفاروق، وسط حضور جماهيري وحماس كبير وأجواء احتفالية. بدأت المباراة بانطلاقة وضغط كبير من قبل الفاروق، فيما تراجع فريق المديرية معتمدا على الهجمات المرتدة. هدف التقدم جاء لفريق المديرية عن طريق علي الهنائي بعد أن استثمر كرة ثابتة من خطأ احتسب لصالحه قبل نهاية الشوط الأول ليسددها قوية على يسار مرمى الفاروق وينهي شوط المباراة الأول متقدما بهدف. بالطبع نؤكد على أهميتها وضرورتها وما لها من آثار إيجابية جميلة جدا، وفعلا رأينا حماس من مختلف من الفريقين اللذين لعبا على النهائي، وهنا تستحق اللجنة المنظمة خالص شكر والتقدير على جهودهم لإنجاح هذه البطولة، وكذلك يستحق فريق المديرية المباركة بهذه المناسبة. وعلى عكس مجريات الشوط الأول، دخل فريق المديرية بأفضلية في بداية شوط المباراة الثاني ليسرع من وتيرة اللعب ونقل الكرات، ومع محاولات الفاروق التعويض والعودة للمباراة من جديد بدأت الخشونة وكثر الاعتراض على قرارات حكم المباراة، ليمر الوقت وينتهي اللقاء بفوز فريق المديرية العامة للتربية والتعليم بهدف دون مقابل، ويتوج بلقب البطولة تاركا الوصافة لفريق مدرسة الفاروق. أكيد أهداف البطولة واضحة، يعني مثل ما تعلمون أن مثل هذه البرامج التي كان من ضمنها هذا المنشط هذا اليوم برامج رياضية تفاعلية مجتمعية تجمع أطياف المجتمع التربوي وتوطد العلاقة ما بين جميع أذرع هذه المؤسسة الرائدة. وتهدف هذه البطولة إلى التقاء المعلمين والإداريين والتعارف بينهم إلى جانب ممارسة الرياضة خارج روتين العمل. مثل هذه البطولات لها الأثر الإيجابي الكبير من الالتقاء والتجانس بين الهيئة التدريسية والإدارية، وليس الهدف منها التنافس والحصول على البطولة. من ولاية البريمي، حمدان بن سعيد العلوي، للقناة الرياضية، برنامج الحدث.
شغف الجماهير وحماسهم. صدى الجماهير عبر قناة عمان الرياضية. اهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ننتقل واياكم الى فقره ضيف الحدث، حيث يلتقي في السادسه من مساء الغد على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشهر فريق صحم وفريق الوحدات الاردني لكره القدم في رابع جولات المجموعه الثالثه لكاس الاتحاد الاسيوي. مثل السلطنه سيخوض هذا اللقاء بامل ابقاء حظوظه في التاهل للدور الثاني باذن الله. مزيد من التفاصيل وحديث موسع حول هذه المباراه، يسعدنا ان نرحب هنا في السعودي بالفاضل ايمن الفارسي مدير فريق صحم. اهلا وسهلا بك كابتن ايمن. اهلا وسهلا بك، حياك الله. كذلك ارحب بمساعد المدرب الثاني لفريق صحم عبد الحليم الوريمي. اهلا وسهلا بك كابتن. مرحبا، حياكم الله، يا مرحبا وسهلا فيكم. اذا مباراه غدا ان شاء الله راح تكون مع الوحدات، الفريق الوحدات المتصدر بسبع نقاط، فريق صحم بثلاث نقاط، يعني الامال مختلفه بالنسبه للفريقين، ما بين فريق يريد يتاهل بشكل نهائي وفريق ايضا يطمح انه يكون له حظوظ ان شاء الله في التاهل. نعم بلا شك، اولا نشكركم على الاستضافه في هذا البرنامج. حقيقه فريق الوحدات من الفرق الكبيره في المجموعه، فريق لعبنا معاه في الاردن، فريق يعني يمتلك خامات كبيره من اللاعبين، صحيح يمتلك ست لاعبين في المنتخب من الفرق القويه، الفريق المرشحه في المجموعه، ولكن نحن ايضا نحن لدينا طموح للصعود، وهذا حق مشروع لكل فريق. صحيح. ان شاء الله تعالى راح مباراه الغد لها اهميه كبيره للفريق، هي تضع ملامح الصعود اذا اراد الفريق المنافسه للصعود، فان شاء الله تعالى الجهاز الفني والجهاز الاداري ومجلس اداره معطين هذه المباراه اهميه كبيره، وان شاء الله راح تكون هناك صوره مغايره للفريق ان شاء الله تعالى. باذن الله ان شاء الله احنا واثقين فيكم، ونامل ان شاء الله ان تكون هذه الثقه في محلها، ولكم كجهاز اداره وحتى جهاز فني. كابتن عبد الحليم، نسالك عن استعدادكم لمقابله فريق الوحدات، تعتقد مباراه مهمه جدا في مشواركم في كاس الاتحاد الاسيوي. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا شكرا على الاستضافه هذه. اكيد مباراه مهمه يعني بالنسبه لنا، مباراه ست نقاط يعني ناخذ ثلاث نقاط يعني تولي ترجع نقطه على الوحدات. صحيح. ولا قدر الله في حاله الهزيمه يعني الوحدات يبعد علينا، يعني يضمحل امل المرور للدور الثاني. بالفعل يعني الفريق والله الحمد لله يعني دخلنا في معسكر من امس يعني في مسقط لهنا، ويظهر لي يعني الوحدات اخر مباراه في الاتحاد الاسيوي معنا لعبنا مع الوحدات، عدينا مباراه كبيره هناك، لكن الكره ما انصفطناش يعني. صحيح. ضيعنا فرص عديده يعني خاصه في الوقت في العشر دقائق الاخيرات يعني ثلاثة فرص واضحه، لكن ان شاء الله يعني على اتم الاستعداد يعني من المستوى الفني، وقرينا فريق الوحدات يعني طريقة اللعب متاعه ونقاط القوة والضعف. إن شاء الله بكرة يكونوا اللاعبين في المستوى إن شاء الله، وعزمين على أنه يؤديوا اللي عندهم إن شاء الله، يحالفنا الحظ. والأهم حاجة في مباراة بكرة هي ثلاث نقاط. صحيح، هو ثلاث نقاط بغض النظر عن المستوى، أنت محتاج إلى ثلاث نقاط تبقيك في أمل التأهل. أكيد أكيد، أهم حاجة. ولما قدمنا يعني مع النجمة مستوى ممتاز. صحيح. ومع الوحدات وفي الأخر خسرنا، إيش نعملوا به؟ لا، أعطينا أهم حاجة هي ثلاث نقاط. يعني مباراة بكرة لازم التركيز يكون على مستوى عالي، يعني الفريق تقريبا مكتمل مع دا معتصم يعني اللي معاقب ومحسن عنده شوية ألام، لكن إن شاء الله يكون جاهز يعني البكرة نشوفه اليوم إن شاء الله كان مدى جاهزيته معناه، ولكن الأولاد عزمين معناه على إن شاء الله على ثلاث نقاط، وتفريح الجمهور إن شاء الله جمهور صحم، وتمثيل الكرة العمانية خاصة على المستوى الآسيوي يعني اللي في السنوات الاخيره ما فيش فريق مر للدور الثاني. صحيح. يعني ان شاء الله لو ننتصروا بكره حظوظنا وافره للمرور للدور الثاني. جميل، وتعيد الفرحه اللي كانت مع المحرق ان شاء الله. اكيد ان شاء الله، فرحه كبيره بعد العوده والفوز بثلاث اهداف ان شاء الله ان شاء الله. يعني انا بخل مع نقطه ذكرها يمكن الكابتن عبد الحليم، هو ان في المباراتين اللي خسرته فيها قدمت مستوى كبير، فيما معناه ان الفريق يعني على الرغم من الخساره في المباراتين الا انه قادر على مجارات الفرق، قادر انه يعطي قادر، لكن هناك مشكله في مساله التسجيل والفوز، هذه هي المشكله يمكن. صحيح، وفي في المباراتين السابقات الفريق قدم مستوى كبير. صحيح. لعبنا مع النجمه في على ارضهم بين جمهورهم، الفريق كان مسيطر على المباراه، كان اللعب بين الفريقين كان يعني نسبه الاستحواذ لفريقنا كانت نسبه كبيره، ايضا نفس الشيء فريق الوحدات. الفريق لعب مباراه كبيره،
لكن مثل ما قلت هي يعني التسجيل والأخطاء الدفاعية هي كلفة الفريق الخسائر، لكن إن شاء الله تعالى الجهاز الفني يعني درس فريق الوحدات، درس مواطن القوة والضعف، وإن شاء الله تعالى راح يكون شكل مغاير إن شاء الله في الفريق غدا إن شاء الله تعالى. مسألة اللعب في لبنان ومسألة اللعب في الأردن دائما يعني أجواء مختلفة بالنسبة لهم، حتى أرضية الملعب، أجواء الجمهور، بالتالي يعني هل تأثر اللاعبين من مسألة الذهاب إلى لبنان والأردن؟ أكيد يعني تغير عليك الطقس، معناها هو يقول لك مثلا لما تروح المكان يا تروح 24 ساعة قبل المباراة يا تروح قبل أسبوعين، معناها باش تتأقلم مع، وخاصة أنت في الأردن فما شوية ارتفاع، معناها في الملعب ويلعبنا فيه يعني منطقة الوحدات يعني فيها ارتفاع في، لكن إن شاء الله حتى هم بكرة يتأثروا بالطقس بالأجواء. والله أنا شخصيا حبيت لو كان لعبنا الساعة 4 يعني العصر، يعني انت لانه هم العامل الايجابي راح يكون بالنسبه لانه العامل الايجابي لنا احنا يكون صحيح. لكن ان شاء الله بكره تجي يعني نتمنى انه يكون طقس سخون يعني عشان نتاثر عليهم حتى طبعا هو التاثير واستغلال، لانه في النهايه كل فريق يعني يعتمد على الامور اللي ممكن تفيده وممكن يتاهل، لان يعني اغلب الفرق اللي لعبت العبانيه اللي لعبت في لبنان يعني مع كل احترام للملاعب موجوده ولكن ملاعب سيئه، سواء كان كل يعني فرق فنجا وحتى والله صحيح. انا بش يعني على الملعب نتاع لبنان خاصه يعني حقيقه معناها ملعب ما نعرفش كيفاش الاتحاد الاسيوي يسمح باش تلعب في صحيح. مباراه كيما هكا يعني صحيح. حتى الدكه معناها تقول بنك عادي معناها نتاع سنوات قديمه معناها يعني الاتحاد الاسيوي هنا تساؤل. والله حبيت نرجع زاد نفس الشيء التحكيم في مباراه يعني في المباراتين الاثنين خاصه مباراه الوحدات، يعني مش معقول على مستوى الاتحاد الاسيوي يعني احنا نلموا قبل على الحكام العمانيين يعني كيفاش ما عندهمش كيت، يعني على مستوى الاتحاد الاسيوي تصور انت حكام بدون كيت يعني نقطه تعجب كبير. وانت ماذا ما انك ذكرت كاس الاتحاد يعني الاتحاد الاسيوي ذكرت ايضا الحكام، موضوع مهم خلال الفتره الماضيه هو ايقاف المعتصم الشبلي لاربع مباريات، يعني حتى الموضوع الايقاف امر غريب وحتى مده الايقاف اربع مباريات كبيره، خبرنا اكثر ايمن عن الموضوع، موضوع الايقاف بالنسبه للمعتصم. هو بلا شك الموضوع الايقاف اللاعب المعتصم هو ايقاف يعني مجموعه اربع مباريات هي تقريبا يعني شيء كبير وخساره للفريق، لكن هو قرار لجنه الانضباط وان النادي راح يستانف القرار، لكن هو يعني مجحف حقيقه قرار صحيح. اربع مباريات والغرامه 5000 دولار تسدد خلال شهر ولا ستتضاعف العقوبة. نحن يعني ما كان هو الفعل يعني مشين بهذه الصورة عشان اللاعب يحصل على إيقاف. الغريب أن الاتحاد يمكن أخذها بنية التعدي بنية فقط، هو ما كان في تعدي، اللاعب فقط راح اعتراض على قرار الحكم وما أصلا ما وصل إلى الحكم، الجهاز الفني والجهاز الإداري أثناء ما اللاعب راح إلى الحكم استوقفوا ورجع اللاعب، وما تفكروا على أنه يمكن محاولة تعدي ولكن ما كان التعدي ولا كان أي تلفظ على الحكم ولا كان أي شيء يعني. يعني أمر غريب من الاتحاد الآسيوي، إن شاء الله يعني الاستئناف إن شاء الله تعالى نتمنى أن يكون في حل إن شاء الله، العقوبة إن شاء الله خاصة أن لاعب مهم مثل المعتصم تعتمد عليه. اللاعبين الحين اللاعبين الكل يعني في المجموعة تستحق لهم، لأنه حقيقة يعني شهر أربعة هذا يعني عندك سبع مباريات في اكثر من سبع مباريات يعني كل ثلاثة مباريات صحيح، يعني تستحق الكامل اللاعبين يعني. جميل، بما انك تذكرت يعني المباريات القادمه، مباراه مهمه مع بكره ان شاء الله مع الوحدات، لكن انت تلعب على قفتين ايضا على الدوري وعلى الكاس اكيد، يعني هل ركزتوا بالنسبه لكم في صحه على بطوله محدده في هذا الموسم ان تريد تلعب عليها؟ والله التركيز ما كان في جهاز فني انا اي يعني التركيز على بطوله ما تقدرش، لانه الحين يعني بطوله واحده يعني تلعب ثلاث بطولات، يعني يمكن في الاتحاد الاسيوي يعني نبغى باش نتعدوا للدوره الثانيه يعني طموح هذا، نفس الشيء في الكاس يعني ان شاء الله الحين يعني الحين يبدا التركيز، معناها ان شاء الله في مباراه العوده مباراه الكاس بامكاننا التاهل للنهائي معناها ان شاء الله، يعني يمكن في المجموعه يعني في الايامات هذوما في حاجه اللاعبين الكل، معناها في حاجه كل ثلاثة ايام مباراه يعني صحيح. مش تدور المجموعه كامله يعني اللاعبين الكل محتاج الى لاعبين احتياط اكثر من اللازم اكيد في يعني فترة. هنا معناها كل ثلاثة ايام مباراه ما تقدرش باش تلعب مثلا يوم أربعة مباراه يوم سبعة ويوم 11 يعني تروح لصلاله، يوم 14 تروح نفس الشيء البحرين قبل البحرين عندي
مع تلعب في صلالة وبعدين تروح ثلاثة أيام وتروح البحرين، يعني من مطار صلالة لمطار مسقط مباشرة، يعني حقيقة والله تعب كبير، تعب يعني. فما ناس أنا شفتهم معنا يحكي يقولك لا معنا عملتوا كثير، لا احنا كجهاز فني يعني ما نلعبوش، ولكن يعني وكجهاز اداري يعني واحد يتعب من السفر بس يتعب يعني. اللاعبين والله ما قصروا معنا، يعطيهم الصحه وان شاء الله يكملوا يعني يكملوا الشهر هذا يعني على المستوى الاستشفاء، والحمد لله انه ما عندناش اصابات يعني. هذا هو الهم. وتنتظر انه باش يتصابوا لك لعيبه معنا، خاصه في الفتره هذه، لانه ماك تعرف اللاعب العماني معنا على المستوى المحافظه خارج الملعب مشكله كبيره. صحيح. على المستوى يعني الاحتراف، هو شنو الاحتراف؟ 50% داخل الملعب و50% خارج الملعب، هذا هو المشكل يعني. على مستوى الغذاء، على مستوى الاكل، على المستوى يعني مثلا اليوم ناخذ الغساني يداو الصبح، هو موضوع يعني كابتن عبد الحليم لو تكلمنا فيه موضوع طويل يعني، خاصة هذا الموضوع، لكن احنا ان شاء الله يعني نتمنى ان صحم يتغلب على كل هذه المصاعب بكره ان شاء الله، لان مباراه بكره ليش احنا نتكلم عنها بشكل كبير؟ لان دائما يعني هي اللي تبقيكم في قلب المنافسه، تفوز صحيح بكره صحيح. انت لك امل في المباراتين الاخيرتين ان شاء الله. صحيح، هي بلا شك هي مباراه بكره هي يعني الفيصل النهائي. صحيح، يا يعني انك تنافس على بطاقه الصعود او الخروج من البطوله، هي مباراه الغد هي تحدد ملامح المجموعه بشكل كبير. صحيح، ونتمنى ان 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 نادي صحم يكون طرف في الحصول على بطاقه الصعود ان شاء الله تعالى. احنا ان شاء الله يعني اسمح لي، لانه القانون السنه يعني بدلوه حكايه التاهل. يعني احنا فما في ثلاثه مجموعات كانوا قبل يتاهل الاول وثاني، لا السنه هذه ثلاثه الاولين واحسن ثاني، يعني مشكله قبل صعبوا شويه الموضوع. ان شاء الله ان شاء الله يعني يكونوا لاعبين ان شاء الله بكره عازمين على اقتلاع ثلاث نقاط و جميل. انا اريد اسالك عن الوحدات ايضا، اكيد يعني تابعت الوحدات في مباراه الذهاب، ونعرف ان ايضا الوحدات منافس على بطولتين حتى هناك في الاردن، على بطوله الدوري وعلى بطوله الكاس، وبالتالي يمكن ظروف متشابهه، واكيد قريته كجهاز فني الفريق وعديته العده كيف انه ممكن تقابلوا هذا الفريق مع سته لاعبين موجودين في المنتخب. اي لا اخيرا معنا اخر مباراه بتاع المنتخب اربع اساسيين لعبوا. صحيح، واثنين على الدك، وقبل يومين يعني لعبوا مع الاهلي، مع الاهلي اللي يلعب مع السويق معناها نفس الشيء، يعني كملوا واحد واحد، وعندهم يمكن حتى هم تصابوا لهم يعني تصابوا لهم لاعب، ولكن جاء معهم معناه وباش يحضروه، يعني نفس الشيء تقريبا. نقاط قوه الوحدات انه يجيد اللعب الطويل معناها كره واحد، وتغيير الاتجاه معناها اهم حاجه، وعنده سرعه اللاعبين خاصه يعني من ابرز اللاعبين اللي شفتهم معناها رقم سبعه ما نعرفش ايش اسمه بالضبط، لكن يعني لعب على مستوى عالي يعني. حتى في مباراة الأهلي يعني وبشواري لكم كيش خم يعني دخلوا في الشوط الثاني، يعني عندهم مجموعة، حتى مجموعة من اللاعبين يعني مجموعة كبيرة، وحتى هم نفس الشيء كما قال في التصريح الفني اليوم المدرب بتاعهم، جايين هم عازمين على الانتصار باش يريحوا اللعيبه يعني. صحيح، يتاهلوا هو هذا الهدف بالنسبه لهم يعني. خلاص ينهوا مساله كاس الاتحاد الاسيوي ويركزوا في البطولتين الموجودات سواء الدوري والكاس. ان شاء الله احنا نتمنى لكم التوفيق بكره، وان شاء الله نسعد ان شاء الله بالنتيجه طيبه، التاهل او الاقتراب ان شاء الله من التاهل، حصه نقاط يعني امر مهم بالنسبه لكم، وان شاء الله كل هذه الظروف تتغلبوا عليها، والوحدات يعني صحيح ان خصم صعب، ولكن انتم قد هذه المنافسه، ونشكر لكم على وجودكم اليوم، كل توفيق لكم ان شاء الله. الله يخليك جهاز فني وجهاز اداري. بس عندي حبيت نوجه تحيه للكابتن زوران والمساعد الاول يعقوب اسماعيل، مدرب الحراس مهنا زعابي، وكذلك عندنا الاطار الطبي اللي قائم شغله معناها الدكتور امجد والدكتور علي، خلال هالفتره يعني لا حقيقه يعني الناس كلهم مقصرين، وبطبيعه الاخ ايمن مدير الفريق معنا، وسالم الكحالي مسؤول المهمات، يعني وحقيقه الناس كل قايمين بعمل كبير معناها، نوجه لهم التحيه، وان شاء الله في الاخر يعني نوصلوا لمبتغانا اللي هو بكره ثلاث نقاط، ونتاهلوا للدوري الثاني، ونتاهلوا في الكاس نفس الشيء باذن الله، نهائي كاس السلطان يعني، وان شاء الله تكون من نصيبنا باذن الله. كل التوفيق لكم ان شاء الله. شكرا لك، شكرا جزيلا، يعطيك العافيه. شكرا لك كابتن عبد، شكرا عايشك. اذا كان حديثنا مشاهدينا الكرام عن مباراه الصحب والوحدات في كاس الاتحاد الاسيوي غدا ان شاء الله، سنستمر معكم في برنامج الحدث بعد الفاصل، لنا استضافه لناشئي نادي الشباب ابطال الدوري، فاصل ولنعود مشاهدينا الكرام، تفضلوا بالبقاء معنا. بسم الله وعلى بركة الله،
بينا ميدان صحر أحد ميادين السلطنة ميادين الإنتاج. وشوف الرقصة والصراع هناك من قامت به وتتقدم الجموع. جلالة السلطان لكرة القدم على عمان الرياضية.
اهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وطاب مساكم بكل خير. انتقل وياكم الى فقره ضيوف الحدث وضيوف اخرين، حيث توج نادي الشباب ببطوله دور الناشئين لكره القدم بعد فوزه بضربات الحظ الترجيحيه على نادي العروبه بعد التعادل في الوقت الاصلي بهدف لهدف، ليعتبر اول انجاز بالنسبه لنادي الشباب في كره القدم. وضيوفنا ان شاء الله من نادي الشباب الحديث اكثر حول هذا الموضوع وهذا الموسم اللي كلل بالنجاح بالنسبه لهم بعد فتره الدور الاول وكذلك التاهل للدور الثاني. حديث ان شاء الله حول كل ما جرى في نادي الشباب ودوري الناشئين. يسعدني في هذه اللحظات ان ارحب بضيوفي. البدايه مع رئيس نادي الشباب الفاضل حمزه البلوشي، اهلا وسهلا بك ابو الحارث. اهلا وسهلا فيك اخي سعيد، حياك الله وجزاكم الله خير على الاستضافه. يا مرحبا وسهلا فيك، عوده الى التلفزيون ما شاء الله بعد انقطاع فتره طويله. حياك الله. لا والله انقطعنا لانه انشغلنا في مواضيع اخرى برئاستنا. وتعرف موضوع النادي وما شابه ذلك. اهلا وسهلا فيك، ايضا ارحب بصاحب هذا الانجاز وقائد هذا الانجاز الكابتن ايمن العويسي مدرب الفريق. اهلا وسهلا بك كابتن ايمن. اهلا وسهلا فيكم واشكركم على الاستضافه هذه الجميله، واللي دائما سبحان الله الاعلام داعم قوي لكل الاطراف داخل صحيح الجانب الفني. بالفعل، وانت ما شاء الله يعني اثبتت وجودك من خلال هذا الموسم وهذا الاسم. طبعا ما جاء يعني ما جاء مثلا ايمن هو اللي مثل هذا، جميع الامه الشبابيه كانت مساهمه صحيح. مساهمة إيجابية في حصود هذا التتويج بإذن الله. إن شاء الله حديث راح نتكلم مع الجهاز الفني والإدارة، أيضا الأبطال اللي تواجدوا في نادي الشباب. أبدأ مع ناصر النعبي أحد هدافي الفريق وأيضا مهاجم الفريق، حياك الله ناصر. أهلا وسهلا فيك، يا مرحبا وسهلا. وأيضا نرحب بلاعب وكابتن فريق نادي الشباب الأزهر البلوشي، حياك الله أزهر. حياك الله، أهلا وسهلا فيك، يا مرحبا وسهلا فيكم، نبارك لكم جميعا تحقيق هذا الإنجاز. إذن خلونا وياكم مشاهدين الكرام نتابع هذا التقرير الذي يحكي لنا قصة الليلة التي توج فيها نادي الشباب بهذه البطولة. الشباب بطل لدور الناشئين، لحظات من البحث عن الحلم الجميل وتسطير صفحة من الصفحات في عالم دورينا تحت 15 سنة. كانت أحلام الشباب تسير لقهر المارد العرباوي في حكاية مسك الختام وحكاية الصفحة الأخيرة من دور الناشئين، حكاية التألق والوصول للحلم المنتظر. عرف تتويج نادي الشباب الذي أحدث الإعجاب في مسيرته وجعل من الكثيرين يتغنون بهذا الفريق الناشئ، وجعل من الكثيرين أيضا يضعون أيديهم على قلوبهم مرددين عبارة سر بسلام فأنت المجد القادم. فأحداث المباراة المجنونة شهدت أولى الأهداف لمصلحة الشباب في الدقيقة 20 عن طريق المتألق عاصم الرزيقي لينهو الشوط الأول متقدمين بهدف، وفي الشوط الثاني عادل سلطان الهاشمي النتيجة لمصلحة العروبة في الدقيقة 65 ليستمر التعادل نحو ضربات الجزاء الترجيحية. بداية الضربات الترجيحية كانت سيئة بالنسبة للشباب بعد أن ضاع الأزهر البلوشي الركلة الأولى، فمضت الكأس نحو العافية في حال تسجيل الركلة الخامسة والأخيرة، ولكن حارس الشباب خالد البلوشي تألق في إبعاد كرة عبد العزيز حديد الشقيق الأصغر للاعب منتخبنا الوطني أحمد حديد، وبعدها سجل حسين البريكي الركلة الخامسة للشباب ليضع العروبة تحت الضغط الكبير. فأمال المارد كانت مبنية على هداف البطولة عبد العزيز عبد الله، ولكن البلوشي خالد أبى أن يمر هداف البطولة عبر شباكه لينهي أحلام المارد العرباوي بأكملها وسط فرحة عارمة من صقور الشباب. فتتويج الصقور بلقب الناشئين لم يأتي محض صدفة، بل جاء ليبرهن للجميع بأن الشباب فريق ساطع لا يعرف الابتعاد عن منصات التتويج هذا الموسم. هكذا حققوا المراد. إذن هذه اللحظات التي عاشها جمهور نادي الشباب وكذلك جميع منتسبي نادي الشباب لحظة القبض على كأس البطولة بالنسبة لدور الناشئين. إذن الحارث يبارك لكم تحقيق هذا الإنجاز اللي جاء أعتقد بعد فترة موسم استحقيته علي هذه البطولة. والله شوف أخي سعيد، الإنجاز ما جاء من فراغ، طبعا تعب مدربين. أنا ذكرت بعد المباراة أخذوا علي لقاءات، تعب مدربين، تعب اللاعبين، جهد يعني خرافي، يعني الجهاز الفني والإداري اللي بالفريق تحمل يعني اللي هي 70% من وصول الفريق هذا للمرحلة النهائية.
الأولاد ضحوا بدراستهم، حبهم أنهم يعني يعملوا إنجاز لأنفسهم، كانت عندهم الكواريزما أنهم يوصلوا للبعيد يعني، ولله الحمد رب العالمين كرمهم وصلوا. أنت بعض الأحيان تجيك فئات ما إلها رغبة إلا فقط اللهم تمشية حال ولعب كرة. الفريق هذا سبحان الله كانت عنده الكواريزما أنه هو يوصل للبعيد. صحيح. وأنا ما أشيد لأنه الأزهر يعني يمكن قد يكون يعني ابن الابن يعني، بس هو عنده الكواريزما أنه عنده طموح أنه يروح لبعيد. صحيح. دائما متحدي مثل ما أعرفه أنا. الفضل لله طبعا والإخوان أيمن ووليد اللي هم في الجهاز الفني، وطبعا الطاقم اللي معهم حقيقة شلوا الفريق هذا. تعرف متابعتهم لهم في دراستهم حتى في 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 حياتهم اليومية كانوا يتابعوهم في تفاصيل صغيرة، هي اللي فرقت بالنسبة. هي اللي فرقت يعني. أنا لما أجي أسأل مثلا أيمن وليد جمعة مدير الفريق جمعة الحمداني جزاه الله الخير، الجواب موجود على كل سؤال يعني. صحيح. فتعرف لما تيجي تحس أنت كرئيس نادي أنه في تواصل بين الأب والابن، لازم بتحصل في الأخير نتيجة مثالية، ولله الحمد رب العالمين كرمهم على حسن نيتهم يعني. الحمد لله رب العالمين. هذا الجهد يعني أكيد ما تم فراغ، إنما بي يعني جهود كأيمن كمدرب وحتى كجهاز فني معاون. يعني خلونا نبدأ من بداية الموسم. نعم. مع الكابتن أيمن، يعني يمكن تابعت لك مجموعة من يعني الحوارات الصحفية اللي كانت 100 لاعب في بداية الموسم. نعم. اختصرتم إلى 36، خبرنا عن الفكرة هذه في بداية الموسم. والله بالفعل يعني احنا كنا واضعين خطة معينة بعد ما أعطونا الثقة مجلس إدارة الفريق أنك أنت اختار أنت كمدرب واختار الجهاز الفني. يعني عاملونا من أول نوهة أنك أنت يعاملك كأنك محترف. صحيح. اختار الجهاز الفني اللي بيكون معاون لك ومتابع لك في المرحلة القادمة. بالفعل أول شيء فكرت في الجهاز الفني، الحمد لله وفقت. طبعا أقرب الناس كان لي يعني، وإحنا طبعا نحن كمدربين طالعين من الفرق الأهلية. صحيح. النجاحات اللي متابعة الإدارة للفرق الأهلية اللي في الولاية، الولايتين طبعا اللي بالنادي، والمدربين اللي كانوا ناجحين وصاعدين إدوار في هذيك الفترة. أيوة. فالحمد لله ربي خضينا الثقة واخترنا الجهاز ووضعنا خطة معينة أن نحن نشتغل، لأننا سبق وكنت في المراحل السنية سابقا. يعني تعاملت تقريبا في البداية كمدير كنت مساعد يعني، وعندي شيء بسيط يعني من الخبرات المتراكمة البسيطة. فعلى بالي أن أول يوم بيجيني 60 لاعب 50 لاعب بس فقط، يعني ما وضعت خطة أن مثلا بيجيني 100 120 لاعب. كان الأمر صعب. أيوة كثير. بعد ما شفنا العدد يعني، واحنا من نوع الاولاد لازم تستمد بخبرات اكبر واقدم منك، فاستعنا وخص بالذكر يعني استعنا بالمدرب عيسى خلف الحمداني، اوجه له كل تحيه وتقدير طبعا جزاه الله خير يعني. وبالفعل وضعنا الخطه ووسعنا المدى عشان ما نظلم حق اي لاعب، لان الفرق الاهليه ما بتخليك يعني انك تقول لك مثلا ليش طلعت هذا اللاعب ليش خليت هذا اللاعب. وبالفعل حصلنا يعني كثير كلام وانتقاد انك انت ليش لاعبي هذا ما اخترته. أنا ملتزم طبعاً بعدد معين 30 لاعب فقط أنت تخلي في الكشف، واللي يفضل أنك ما تسجل 30 لاعب لأنك في المرحلة الثانية يمكن تحصل لاعب ممتاز أكثر شوية يكون يساعدك في المرحلة الثانية. بالفعل. فنخلي الكشف شوية مفتوح 3 لاعبين 4 لاعبين. ممكن نضيف سجلنا 27 لاعب فقط ما شاء الله، عشان المرحلة الثانية احنا نشوفنا لاعبين شوية أفضل أنهم ما أخذوا فرصتهم ونسجلهم معنا. وبالفعل يعني الحمد لله ربنا بعد الاختيار وقعنا هذا على هذه المجموعة واشتغلنا فيها. طبعا يجيك اللاعب من كما تقول من البيت كانه اعمى ما يعرف شيء، وهذه الفئه حساسه وتحتاج لنا تعقيم اساسيات مهمه، فلازم تشتغل عليها اكثر. بالفعل واجهتنا صعوبه نحن في الاختيار وفي كيفيه انك تخلي اللاعب يتقن الاساسيات الصحيحه، والحمد لله رب العالمين اخترنا المجموعه ومشينا فيها في المرحله الاولى والثانيه والنهائي الى النهائي. اي الحمد لله. لكن الشغل واضح يعني من خلال الحمد لله العمل اللي قدمته استاذ سعيد، كنت متابع معنا موجود يعني الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يعني الجهود هذه كلها بذلت وحققت هذا الانجاز. ناصر انا ابارك لك على حاجتين، ابارك لك على اختيارك للمنتخب الوطني واعتقد هذا يعني شرف تمثيل المنتخب هو اكبر من كل حاجه، وايضا ابارك لك تحقيق هذا الانجاز وايضا من هدافي البطوله ما شاء الله. كيف كانت البطوله بالنسبه لك ككل؟ والله شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء اشكر الجهاز الفني والاداري لنادي الشباب والكابتن ايمن والكابتن وليد العويسي. والبطوله كانت شويه سهله يعني، ما سهله لا صعبه ولا سهله، كانت فيها شويه صعوبات في بعض المباريات تختلف، وبعض الامور اللي كنت بتكلمها يعني
مباراه السويخ. مباراه السويخ كانت اول في الدور الاول المجموعه الاولى اللي كانت معانا في ملعبهم كان الارضيه كانت زوازين شويه وفي خبرنا عادي اللي معك هي مباراة السويق اللي خسرت فيها في الدور لا ما خسرنا اللي فزنا فيها في هو يقصد مباراة السويق اللي فاز فيها هو أيوة اللي فاز فيها هي يعني قصده الانطلاقة اللي كانت اللي دافع يعني الدافع المعنوي الأكبر يعني جميل ولكن يمكن مباراة السويق في ملعبكم هي اللي يمكن نحن ترانا نحن بعد مزمن نحن واضعين كنا أن السويق في المراحل السنية يعني ما شاء الله يعني يعتبر الأفضل أيوة على مستوى السلطنة السيب والسويق اهتمام بالمراحل السنية ما شاء الله عليهم المباراة هذه كانت انطلاقتنا نحن الحمد لله وفزنا بنتيجة ما شاء الله وأداء طيب ما شاء الله وخاصة أن تتكلم على السويق هو أحد أفضل الفرق هي نعم ما شاء الله كانوا يعني حتى 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 يعني اللاعبين والأجهزة الفنية الموجودة في السويق ما شاء الله ذو كفاءات عالية صحيح وفي أرضهم تهزمهم كانت عطتنا نشوة وإيجابية كبيرة أن نحن نواصل حتى يعني دعم الإدارة الحمد لله ربعين بدأ معنا يعني بقوة من هذه المباراة أن هذا اللاعبين قادرين انهم يوصلوا الى صحيح. مكان بعيد جزاك الله خير ملامح البطل لما تهزم فريق بطل بالفعل وهذا هي النقطه الايجابيه الحمد لله ازهر ينتظر السؤال ازهر ما شاء الله يعني كابتن فريق هداف الفريق ايضا اختيارك ايضا للمنتخب تحقيق مركز اول يعني ما شاء الله موسم ايجابي جدا للازهر على كل المستويات والله اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم حاب ابارك للامه الشبابيه هذا الانجاز اول انجاز لنادي الشباب الحمد لله رب العالمين جاء بجهد من الجهاز الفني والإداري وإدارة النادي والحمد لله رب العالمين يعني في كل شيء أنت تريد تنجح فيه لازم تواجه صعوبات صحيح من الصعوبات بعض المباريات يعني لازم تواجه صعوبات عشان توصل للمبتغى الحمد لله رب العالمين طبعا يعني من بداية المجموعة أول مجموعة نادي السويق نادي السويق كان في مجموعتنا صاعد معنا بتعادل النقاط نادي السويق وصل لدور الأربعة في المجموعة الثانية الحمد لله كنا في مجموعة مسقط والعروبة وصور ومرباط هذه العروبة وصل معانا للنهائي النهائي بالفعل يعني في كل مجموعة لازم تحصل صعوبة والفرق الكبيرة دائما كانت مجموعتنا والحمد لله قدرنا نتغلب على كل الظروف ووصلنا للإنجاز والمبتغى الحمد لله رب العالمين ودائما هذه نكررها إذا تريد تكون بطل لازم تهزم بطل وانتم هزمتوا بطلين فزت على السويق وفزت أيضا أو تعادلتوا مع العروبة في دول المجموعات يعني أبو الحارث ما شاء الله يعني موسم بالنسبة لنادي الشباب في دور المحترفين مركز أول حالياً وإن شاء الله أتمنى تواصلوا في هذا المجال لكن أيضاً في مستوى الناشئين وصلت البطولة أيضاً عندكم فئة الشباب وفئة الأولمبي وبالتالي مجلس الإدارة كيف عمل على دعم فئة الناشئين خاصة أن عندك عدة فئات ومختلفة وبالتالي ترغب أن الكل يحقق إنجازات بالنسبة لك أول شيء شوف أخي سعيد بخصوص موضوع دور المحترفين خلي على صوب لأنه اليوم هذا ما موضوعنا جميل عشان ما العين تعرف أنت شوية فنبعد شوية شكلك سمعت كلام من هنا فنبعد شوية عشان رب العالمين يكرمنا إن شاء الله للنهاية نواصل على نفس الموال وثقتنا كبيرة في طبعا الفريق الأول والجهاز الفني باللاعبين ونتمنى من رب العالمين أن يكرمنا يعني كموسم استثنائي بإذن الله تعالى صحيح موضوع الناشئين أخي سعيد نقطة جدا صحيحه يعني 100% اللي ذكرها الكابتن ناصر نحن انطلاقتنا الحقيقيه كانت مباراه السويق حضرنا كمجلس اداره كنا نحن معهم من البدايه طبعا وانت حاضر وكنا مع فئه الشباب وفئه الاولمبي صحيح بس لما حضرنا مباراه السويق تغير منظورنا الاداري في بالفريق هذا انه الفريق يعني على ملعب نادي السويق وعلى اللاعبين اللي في نادي السويق والاسماء اللي موجوده في نادي السويق في فئه الناشئين جدا كانت اسماء قويه و فانك تهزمهم 3-0 على ملعبهم 3-1 على ملعبهم مش عمليه بسيطه ولا صحيح. ولا هينه من ذاك اليوم نحن اجتمعنا كمجلس اداره وقررنا على اساس انه هذا الفريق بحول الله تعالى جلسنا مع الكباتن قبل ان نجلس مع اللاعبين على اساس انه هذا الفريق باذن الله تعالى يعني ولله الحمد ماشيين فيه اذا الله اعطانا عمر لان ذيك اليوم انه يكون 2020 الفريق هذا يكون يمثل ما شاء الله الفريق الاول باذن الله تعالى يعني خطه بعيده المدى خطه بعيد المدى انا ما اقول انه ممنوع حد يدخل في الفريق ممنوع حد يزيد او ممنوع حد ينقص لا هذا موجود لان احنا طبيعتنا الاجتماعيه غير عن الدول الاخرى يعني طبيعتنا الاجتماعيه يعني بكره ناصر بيروح ابتعاث الى بريطانيا على سبيل المثال هسه بيروح ابتعاث الى المانيا على سبيل المثال بعد الدراسه هنا انت بينقص عندك لاعب فلا بد من ترحيل واحضار لاعب اخر بديل صحيح فهذا بيحصل لكن نحن كرؤيه
بالنسبه لاداره النادي باذن الله تعالى انه 2020 الفريق هذا بيمثل الفريق الاول باذن الله تعالى. يعني الهدف واضح والخطه واضحه بالنسبه لكم للفريق. ازيدك من الشعوربيه اخي سعيد، نحن حتى البارحه يعني ما طولنا كثير، البارح اجتمعنا مع الجهاز الفني والاداره للفريق، عملنا لهم وجبه عشاء بسيطه يعني طبعا ما شاء الله، وباذن الله الفريق الاول بيكرم تكريم خاص طبعا هذا. بس في بدايه الموضوع انه احنا عشان ما نطول على الجهاز الفني والاداره جلسنا معهم وعملنا الرؤيه، هم جابوا لنا الرؤيه ونحن عملنا الرؤيه على اساس انه حنمضي صح الى 2020. جميل باذن الله تعالى. جميل ان شاء الله، اتمنى لكم كل التوفيق. يعني كابتن ايمن ايضا بسالك عن مشواركم خلال هذه البطوله، نعرف انه دائما يعني فريق شباب يقع في منطقه جغرافيه، نعرف التوزيع الجغرافي، يقع في ما شاء الله في منطقه مليئه بالمواهب مليئه بالمنافسه، انك تلعب احيانا مع المصنعة مع الخابوره مع السويخ مع الرساخ، فكيف هيئتوا اللاعبين وايضا زرع ثقافه الفوز بالنسبه لهم، ثقافه التعاون والتكافل ما بينهم كلهم، حتى شفنا ما شاء الله حتى في المباراه النهائيه، يمكن اللي ما يعرف هذا الشباب اي لاعب يسقط اي لاعب يضيع فرصه، نشوف روح التشجيع روح التعاون والتنافس ما بين، كيف زرعتوا هذا الروح ما بين اللاعبين؟ انا ما اخفيك اخ سعيد ان احنا من بدايه انطلاقتنا واختيار المجموعه جلسنا معهم جلسه مصارحه، انتم كلاعبين وين باغين توصلوا؟ من بعد طبعا اداره النادي بعد ما تم الاختيار قبل اول مباراه، رئيس النادي واداره الموقر الحمد لله جلسوا حتى مع اللاعبين. جميل. انتم وين باغين توصلوا؟ وين باغي تمشوا؟ وين باغين؟ وين هدفكم؟ حتى كان دائما يدور في بالي ان رئيس النادي دائما يكرر سؤال يعني عند اللاعبين يقول لهم انتم ليش تلعبوا؟ انتم كلاعبين ليش تلعبوا؟ عشان استمتع، عشان اجي كذا لاعبي، تعرف انت طبيعه جايب الفطره انا بستمتع وبستمتع بشوف مهارتي يعني. يمكن ثلاثه لاعبين قالوا نحن جايين نلعب ونفوز. ما شاء الله. ايوه. وبالفعل يعني رئيس النادي كان محق في هذاك السؤال عندهم عشان يزرع فيهم انك انت تجي بس ما تستمتع فقط. صحيح. انت لازم يكون لك طموح. يعني متعه مقرونه بالنتائج. ايوه، طموح انك تحصل فوز بعد المباراة والمتعة مالك، فما تستمتع فقط وترجع مهزوم أو خايب يعني. والحمد لله انزرعت من خلال ذاك اليوم، انزرع عند اللاعبين دائما، حتى بعد كل تمرين يعني قبل كل تمرين قبل لا ندخل عند اللاعبين في كانت صيحة احنا نكررها دائما عند اللاعبين، يعني كنت قريب منه كثير الأخ سعيد، يعني قبل لا ندخل وبعد ما نطلع من المباراه لازم هذه الصيحه موجوده. يمكن كان له دور ايجابي ومفعول ايجابي. اي نعم، وعانى عليها اكثر نحن، تعرف انت بعدنا في مجال التدريب تو بادين يعني في المراحل الاولى، وعانى فيها الاخ ابو الحارث رئيس النادي ان لازم تخلوا لكم يعني صيحه تخليكم نشوه اللاعب سواء صحيح قبل لا يدخل الملعب وبعد ما يدخل من الملعب يعطيه حافز عشان يرجع لك مره ثانيه اليوم الثاني هو نفس الصيحه معه. جميل، يعني مثل ما كنت نتكلم مع ابو الحارث انه في تفاصيل صغيره بالنسبه لكم لكن هي لفرقه، تنعرف ايضا ما شاء الله يعني كنت تعمل ايضا احتفالات بعيد ميلاد بالنسبه للاعبين ايضا. نعم. بعض الصور بالنسبه للاعبين، هذه التفاصيل الصغيره اللي كانت تفرق. شيء نفسي دائما اذا دخل اللاعب ان نحن في اسره في عائله للامانه بيعطيك، لو ما عنده لو عنده 100% بيعطيك 200%، لانه يحب انه يضحي عشان الشخص اللي دائما اللي يهتم فيه اللي هو اللي يهتم فيه، واللي حتى الاشياء البسيطه مثل عيد ميلاد ماله يوم الولاد ماله تحتفل به، للامانه هذا الشيء كان يعني دفعني للامام وشيء ايجابي كان لنا الحمد لله رب العالمين. جميل، هذا بالنسبه لك، لكن نسال اللاعبين كيف كان يعني الجو العام موجود معكم كلاعبين، كيف تابعتوه، كيف هذه الاحتفالات البسيطه اللي يقومها الجهاز الفني وما شاء الله ايضا اداره الفريق، حدثنا ناصر اكثر عن الاسرار العامه ما بينكم هنا. والله ما شاء اسرار يعني واجده يعني، بس يعني احتفال بعيد الميلاد مالك يعني شيء جميل حافز لك يعني. صحيح. و ايش انا ناصر بدي اسالك بحكم انك ايضا من هدافي الفريق خلال هذا الموسم، ايش ابرز هدف او اجمل هدف او اهم هدف بالنسبه لك خلال مشوارك في هذه البطوله؟ في مباراه الخابوره. مباراه الخابوره او المباراه الاولى لك؟ اول هدف لي مباراه الخابوره. هدف رائع جدا. كان على ارضهم. كان على ارضهم؟ جميل، يعني ما شاء الله، لكن انت تتكلم على هداف وايضا هداف اخر معنا الازهر،
لازم خبرني ما شاء الله مشوارك طبعا لقبك هو اوزيل ما بين ما بين اللاعبين وما بين الجماهير الشبابيه الخيبة واشوف ما شاء الله فيك يعني من ميزات ايضا اللاعب الكبير الالماني اوزيل. خبرنا يعني ازهر الاهداف اللي حققتها نعرف ان ايضا اهداف من كرات ثابته اهداف مختلفه ايش ابرز هدف بالنسبه لك حققته خلال هذا الموسم؟ والله هو ما في هدف معين بس يمكن في مباراة صورة ان اول هدف اسجله انفراد مع الحارس ما شاء الله. ايوه لان ما كنت انا انفرد كنت اخلي اللاعبين البقيه يعني ينفرد. انت اللي تكون دائما خلف لان هيو لان عندي مهاجمين عندي اطراف لازم اعطيهم فرصه لانهم ينفردوا والحمد لله رب العالمين يعني الله كرمنا والحمد لله. جميل بما انك ذكرت الانفرادات ايش قصه الانفراد اللي ضيعته في اخر في المباراه النهائيه اخر دقائق يعني؟ والله جميع جماهير شبابيه عاد تتساءل وهذا ان الازهر ضيع هم كانوا يمكن متاملين في ابرز لاعبين الفريق اللي هم انا وناصر يعني طبعا يمكن هم كانوا متاملين ان انا اللي اسجل ولا ناصر هدف الفوز طبعا تعرف انت ضغط الجماهير وهذه مباراه نهائيه يعني ما تقبل القسمه على الاثنين كانوا متخوفين من الهزيمه فعشان كذا يعني الله كتب اني انا ما سجل في هذيك المباراه اني ما توفق اني اسجل فضيعت انفراد الاول وفي انفراد ثاني في انفرادين هم الانفراد الاول ربعي يشجعوني ويحفزوني بعده المدربين نفس الشيء يقول لي انسى الهجمه الانفراد الثاني بدا شويه من الاحباط فيني يعني يبدا بس الحمد لله رب العالمين يعني الله ما كتب اني اسجل في هذه المباراه بس انا سجلت قبل يعني في المباريات اللي قبل اني قادر اني الفريق التغلب على ذيك المباراة بسبب تسجيل هدف او هدفين او ثلاثة صحيح ايوه كان لك دور كبير اعتقد الحمد لله رب العالمين يعني هذا توفيق من الله بقيك ايضا على موضوع اخر موضوع اضاعة ضربات الترجيح قصتك عجيبة يعني اول ضربة ترجيح في مباراة السيب واول ضربة ترجيح في مباراة العروبة يعني مع ان الجهاز الفني انا اعرفه فيه ثقة كبيرة بالنسبة لي بالضبط طبعا دائما يعطي الشوط التسديدة الاولى لكرات الترجيح هي الثقة صحيح طبعا والله اهل الكابتن ايمن يعرف التمرين يعني ما شاء الله الحمد لله رب العالمين يعني توفق فيها كلهم في المرمى ما شاء الله الحمد لله في مباراه سيب زميلي منتصر زدقالي اذا يتابعني على التلفزيون زميلي منتصر زدقالي قال لي بعد المباراه يعني بعد ما تغلبنا الحمد لله رب العالمين قال انه هو خبر الحارس زاويتي المفضله هو عارف زاويتي يعني شكله متابعنك وعارف المفترض ينبهك عليه الكابتن ايمن بالضبط الكابتن كان ناوي انه ينبهني بس قال على الارتباك وهذا بس أيوة الحمد لله رب العالمين ايوه في مباراه العروبه قبل مباراه بعد مباراه سيب دربت على زاويه معينه اللي هي الزاويه اللي يلا هذه هي عندك ايوه بالضبط هذه هي الزاويه اللي دربت عليها وقلت ان شاء الله بتوفق فيها يا رب فاستشريت ناصر في الركله الاولى قلت له قادر انك تسدد قال عندك الثقه الاولى ما شاء الله قلت له ان شاء الله وانا رايح ادعي حتى ادعي اني اسجل بس الله ما كاتب اني انا اسجل في هذه الركله والحمد لله رب العالمين يعني الله بعدين زميلي خالد البلوشي قدر انه ينقذنا صحيح. من الهزيمه والحمد لله انتصرنا على زملائنا في نادي العروبه ما شاء الله يعني خالد ظهر في اهم لحظات طوال الموسم كله تقريبا في اخر الضربه الاخيره والضربه اللي اضافيه انا ابارك لك ابو الحارث يعني على التتويج بهذا وبارك لك على هذا اللاعب ما شاء الله انا اشوف في مستقبل كبير سواء كان فنيا او حتى كظهور كشخصيه ان شاء الله هو يمكن ذكر نقطه مهمه مساله الحضور الجماهيري ما شاء الله يعني عمل كبير من مجلس جماهير الشباب للحضور ايضا فئه الناشئين الحضور الكبير اللي كان في المباراه النهائيه كان له دور كبير انك تعيش اللاعب جو المباريات على المستوى الاحترافي فيما بعد ان شاء الله فكيف رأيت الجماهير الشبابية خلال هذا الموسم؟ أول شيء أخي سعيد ما دام هنا موجودين نحن على الهواء مباشرة ألف شكر ألف شكر لمجلس الجماهير ألف 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 شكر يعني كلمة شكر بسيطة في حقهم وخاصة رئيس الرابطة الأخ فيصل عبد الرحيم البلوشي يعني بأمانة الجهد اللي يبذله والعمل اللي يعملوه كلهم كمجموعة يعني خرافي بأمانة أقول لك أخي سعيد إنه العمل خرافي في بس نقطة مهمة يمكن أغلب الإخوان أو متابعين ومحبين نادي الشباب يمكن ما عارفينها حن بدينا كجماهير في مباراة العروبة في الدور الأول فضل الله فضل المجموعة هذه اللي قدامك الحين موجودة اللي أخذت البطولة ما شاء قبل مجلس الجماهير هم كانوا يتواجدوا في كل مباراة هم لا هم بدعم مننا نحن بموافقة الإخوان الجهاز الفني والإداري انكم تمرنوا مثلا العصر جميل. وتعالوا بعدين في باص معين وما شابه ذلك بحافله
وشجعوا. بدايه التشجيع كانت هم على اساس ما نبخس حقهم ما شاء الله. الجهاز الفني والجهاز الاداري مع اللاعبين في المجموعه كلها بدايه الشراره. بعد ذلك نحن كوننا مجلس جماهير بعد مباراه العروبه، لكن في قبل المباريات كان هم يحضروا، هم يشجعوا، هم يازروا، وهي بدايه الشراره لمجلس. الف شكر لمجلس الجمهور، عمل يعني اخي سعيد عمل اللي يقوموا فيه عمل خرافي متعب جدا، مدارس، مناطق، بحث عن حافلات، شركات، مؤسسات دعم، كل هذه الامور هم متحملينها وشالين عبء 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 الاكبر عن مجلس الاداره. جميل. يعني مجلس الجماهير تكريم لهم الفوز بهذه البطوله، وهذه هديه لهم طبعا، ويا رب ان احنا نهديهم افضل من كذا باذن الله تعالى. جميل. كابتن ايمن، انا اريد اسالك على نقطه انت دائما في كل الحوارات اللي تذكرها تقول اذا وجد الاهتمام كان العمل ناجح. اكيد. انا اريد تعليقك على هذه المقوله اللي دائما تكررها. نعم، بدل الاهتمام، انا مثل يعني ما قلت، يعني اذا وجد الاهتمام كان العمل ناجح. الحمد لله رب العالمين، هذه السنه اهتمام استثنائي، اهتمام مختلف من مجلس إدارة النادي، جزاهم الله كل خير وألف شكر لهم. من أول يوم يقول لك أنت في جهاز فني اختار الطاقم، هذا بحد ذاته اهتمام. جميل. أنت تختار وتروح وتلقى رئيس النادي دائما وإدارته داعمينك من الخلف، استشاراتهم، اتصالاتهم، يعني تنبيههم لنقاط ممكن بعض الأحيان تكون رغائبة عنك، فهم ينبهوك، وهذا بالفعل يعني كان الاهتمام موجود. اكيد 100% بيكون العمل ناجح. صحيح. وبيئه العمل، انا اعتقد في نادي الشباب حاليا بينكم وما ان رئيس مجلس الاداره كانها عائله واحده. الحمد لله. ما في فروقات وما في يعني مسافه كبيره ما بين مجلس الاداره وحتى الاجهزه الفنيه الموجوده. رئيس النادي جزاه الله خير دائما يعاملنا كان احنا كلنا في الكيان الشبابي ان ناس، انت انسان مهم، انت جميل. مكان رئيس النادي. تعال وتكلم، حتى لا تكلمني تلفون، تعال وتكلم وقول اللي تقوله. في التلفون لا، كلام بعض الاحيان يمكن ما انه يكون مسلم، لكن لما يكتب معك ويجلس معك حتى الملامح اللي تكون واضحه بيني وبين رئيس النادي هي بعض الاحيان يمكن تدعمني انا للامام. جزاه الله الف خير، يعني ما مقصر معنا هو وادارته الموقره. جميل. وحنا اقول دائما ان هذا العام عام استثنائي باذن الله، باذن الله الفريق الاول انه بيحصد البطوله من هذا المنبر ان شاء الله تعالى. يعني نجاح فئه الناشئين، نجاح مجلس الجماهير اللي احنا دائما ما تعودنا، يعني الملحمه اللي كونها مجلس الجماهير. صحيح. الف تحيه وشكر لهم يعني من هذا المنبر. يعني ومثل ما ذكر رئيس مجلس الجماهير الاخ فيصل البلوشي واعضاء اللي موجودين معه، ما شاء الله ما شاء الله، يكونوا متواجدين داخل المدرج مع الجماهير يشجعوا هم بنفسهم. الاعضاء موجودين، الملحمه اللي تتكون للامانه بعد انتهاء التتويج نحن اللي توجنا فيه، في صعوبات دائما تصادفك انت، في تضحيات بعض الاحيان تكون صعبه عليك، لكن لما تشوف هذه الفرحه الموجوده على الجماهير تنسى كامل، كان اكبر تتويج لك انك فرحت هذه الناس. صحيح. كلها. صحيح. والحمد لله رب العالمين. وسعاد الجماهير هو الهدف لكل اللاعبين بالفعل، والازهر فرح الجماهير كثير ان شاء الله. اتمنى ان تفرحهم ان شاء الله على مستوى المنتخب ان شاء الله، بحكم انه تم اختيارك ان شاء الله. اتمنى لك التوفيق في مشوارك مع المنتخب انت وناصر واللاعبين الاخرين. اعتقد ايضا امر ايجابي اخر يضاف اليكم. نعم. هو مساله اختيار مجموعه من اللاعبين، تقريبا 4 أو 5 لاعبين المنتخب، هذا امر ايجابي يحسب لكم ايضا. كلمه شكر للجهاز الفني في المنتخب، واخص دائما المتابع لنا دائما الكوتش هلال العوفي مساعد المدرب طبعا، حتى يعقوب كان متابع، حتى الكابتن يعقوب، الكابتن يعقوب اوجه له كل التحيه، موجود في كل المباريات دائما متواصل معنا، حتى كل مباراه يمكن بعض المباريات اللي كان يحضر لنا يتصل فيها بعده ويعطينا الرؤيه الفنيه واللاعب اللي كان بارز والدور اللي لازم تشتغله في هذه المجموعه. صحيح. واللاعب الجانب الفني اللي لازم تشتغله انت نفس الشيء. يعني جزاه الله خير، كان متابع لنا وكان ينبهنا لنقاط مهمه، والحمد لله رب العالمين. هذا الحصاد تكلل باختيارهم، الحمد لله رب العالمين. جميل. طبعا كان حديثنا مشاهدينا الكرام عن تتويج نادي الشباب ببطوله دوري الناشئين، سعدنا بهذا الحديث وتعرفنا على الكثير من الاسرار اللي كانت خلف هذا الانجاز الكبير. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله لهؤلاء اللاعبين، مشوار يكتمل ان شاء الله في المستويات القادمه باذن الله. شكرا لك ابو الحارث على وجودك لهذا اليوم، كل التوفيق لكم ان شاء الله في مشواركم القادم على كافه المستويات ان شاء الله. اول شيء الف شكر على اهتمامكم بموضوع الرياضة إعلاميا طبعا، وهذا داعم كبير يعني للرياضة والرياضيين. أنت تعرف اليوم الناشئ يشوف نفسه في التلفزيون أو يشوف زميله أو يشوف أخوه جدا يعني. بس أنا أخي سعيد عندي مقترح لموضوع برنامجكم الحدث، هو التوقيت، هو يتغير التوقيت من 3 إلى توقيت آخر،
صدقوني البرنامج هذا جدا متابع من الجميع، يعني فئات المجتمع كلها تتابع. وطبعا تروح عني وتختم عني كلمة شكر للسيد علي بن حمود البوسعيدي الداعم الأول طبعا للنادي والرئيس الفخري للنادي، والسيد سليمان البوسعيدي جزاهم الله خير، يعني يعطيهم ألف عافية. وكلمة شكر وكلمة عرفان لهم يعني لمتابعتهم دائما اللي هي معي أنا طبعا مباشرة. جميل، شكرا لك أبو الحارث، شكرا أيضا لك ناصر على وجودك اليوم، شكرا لك ويعطيك العافية إن شاء الله. شكرا أيضا للكابتن أيمن العويسي قائد هذه الكتيبة، شكرا للكابتن أيمن، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله خلال مشوارك القادم. امين ان شاء الله التوفيق للجميع، والف شكر لكم انتم كجهه اعلاميه المتابعه. الحمد لله، اهلا وسهلا، شكرا لك ازهر على حضورك اليوم، بالتوفيق ان شاء الله في مشوارك مع نادي الشباب والمنتخب ان شاء الله. ان شاء الله، وشكرا على حسن الاستضافه. اهلا وسهلا فيك. اذا المشاهدين الكرام بهذا نصل واياكم الى ختام حلقه اليوم من برنامج الحدث، كنا معكم طوال هذه الساعه، سنلتقي ان شاء الله غدا في نفس الموعد ومحداث مختلفه. تقبلوا تحيات فريق العمل، في امان الله.